امبارح جاتني رسالتين على الفيسبوك، رسالة من سيدة متزوجة بتقول لي انا خدت جوزي عن حب، ولكن حاليا يعني الاونة اللي انا فيها ما بقتش احس هل بيحبني، هل لسه بيحبني، هل الحب ده مات، هل اتبدل، هل اتغير، اعمل ايه، انا محتارة. وفي نفس الوقت بعت لي شاب خاطب قال لي انا بموت في خطيبتي قوي، بحبها قوي، ولكن مش عارف هل هي بتحبني بجد ولا لا. هي بتقول لي بحبك، والسيدة اللي كانت بتقول برضو بتقول ان جوزي بيقول لي بحبك، بس ايه اللي انا ممكن حاجات تبقى سهلة كده بالنسبة لي اعرف انا كرجل او امرأة الطرف اللي انا مرتبط بيه ده بيحبني ولا لا؟ هل الحب، هل في علامات كده علم النفس الهنة تبين علامات سهلة قوي وبسيطة قوي وواضحة قوي وتبين قوي؟ وبرضو انا برد عشان في اصدقائنا يقولوا بنبعت لك انت ما بتردش، انت بتطنشنا او بتتجاهلنا. لا انا قلت وبقول واستحملوني، لازم اوضح، بتبعتولي بدل ما ارد على كل واحد يعني خاص بيني وبينه، بفهم وجهة النظر ايه وبنعمل حلقة عامة يستفيد منها الجميع، لان كل الرسائل اللي انتوا بتبعتولي سواء على الانستجرام او الفيسبوك او حتى التعليقات اللي بتكتبوها لي على اليوتيوب بتوصلني، فبنشوف الاغلب عايز ايه وبنعمل حلقات زي دي. خلوني ارحب بكم سريعا في البدايه واقول للجديد اللي ما اشتركش في القناه يشترك عشان اشعاراتنا تفضل توصل له، والجديد برضو عرفنا بنفسه عشان نرحب بيه، وتعالوا بينا نشوف السبع علامات اللي معانا في حلقه النهارده. يلا بينا. أما أو أول شيء تخصيص مساحة ليك، دايما أنت بتحس إن أنت جزء مهم من الطرف اللي أنت مرتبط بيه، جزء مهم في حياته، في مساحة، في وقت، الوقت ده بتاعك لازم، ما ينفعش ان هو يتغير او يقل، ممكن يزيد، واذا زاد فهو بيدل على زيادة الحب او على استمرارية الحب. تاني شيء او تاني علامة التحديق في عينيك، يعني الشيء الشخص اللي دايما بيحب تلاقيه كده يسرح في عين حبيبه فجأة، أو هو بيتكلم معاه تلاقي أكتر مكان يركز عليه العين مش على حاجة تانية. التركيز في العين من أسمى وأكتر وأقوى العلامات اللي تدل إن في حب لسه في القلب اللي بينبض ده. تالت علامة أكيد إحنا كمرتبطين، أنت جبتلي هدية وأنا خدت منك هدية، لازم بتلاقيه بيحب يلبس حاجة من اللي أنت ادتها له، سواء بقى ايا كانت الهدية على اختلاف انواع الهدايا، مش اللي هو بياخدها منك ويركنها عنده في الدولاب او يرميها في الخزنة او يحطها في ايا كان. لا، لو ساعة انت مثلا بتدي له ساعة يلبسها، انت مثلا بتجيب لها لبس معين، خاتم، اسورة، ايا كان، تلاقيه دايما يحب ويفضل ان هو يلبس حاجة من اللي انت في يوم ادتها له هدية. رابع علامة معانا، وخلوني برضو قبل ما اقول رابع علامة انا بنسى، يا ريت يا جماعة لو شايفين الحلقة دي مفيدة ندوس لايك بس عشان توصل لبقية اصدقائنا، وشيروا على قد ما تقدروا، ممكن دي تساهم في ان احنا نريح نفس حد، يعني واحد يكون تعبان ومحتار وبيظن في حبيبه غلط وشايف ان هو ما بيحبوش واحساسه ده غلط، لما يشوف الحلقة دي الصورة توضح قدامه، تلاقيه دايما يعني صورتك ممكن تلاقيه شايلها معاه، ممكن تلاقيه حاططها خلفية على الموبايل، على اللابتوب، على الايباد، يعني حاجة، يعني دي كلها علامات تدل في صدد الموضوع اللي احنا بنتكلم عنه، تلاقيه حاطط صورة محتفظة او هي محتفظة بصورتك في محفظة، في المحفظة بتاعتها، في المحفظة بتاعتها، منين ما تروح شايلها معاها على الموبايل، حاجات، والحاجات دي منتشرة ومعروفة وواضحة وعلامات ودلائل قوية جدا ممكن انت تعرفها. وانا دايما في حلقاتي بركز على الحاجات السهلة اللي ما تتعبكش لما تكون عايز تتأكد من حاجة معينة. اللي بعد كده يختلس النظرات ليك، يعني يسرق، يعني تبقى مثلا انتوا قاعدين او ماشيين او ايا كان تحس ان هو كده
سرحان فيك وانت مش واخد بالك. بقى احنا مش بنتكلم مع بعض، ممكن انت تكون بتعمل اي حاجة تانية. ما احنا خلي بالكم في حلقة النهاردة مش بنتكلم على الاتنين المرتبطين قبل الزواج او الخطوبة، احنا بنتكلم حتى للمتزوجين، عشان اصدقائنا بيقولوا انت ما بتعملش ليه للمتزوجين. فالحلقة عامة بتخص اي حد في حلقة النهاردة، علاقة حب، خطوبة، زواج، ايا كان. تحس ان هو كده وانت مش واخد بالك سرح بصلك كده ويتأمل، خلينا اقول يتأمل، او البنات تحديدا لما تحب قوي تتأمل في حبيبها دايما ومش مرة، وتروح لحالها تلاقي الصفة دي في البنت اللي بتحب بجد، وملاش علاقة رومانسية ولا مش رومانسية، الحب بيقول كلمته. ملناش علاقة في حلقة النهاردة هو رومانسي ولا درجته في الرومانسية عالية او مش عالية. لو هي بنت، لو هي امرأة، تلاقيها دايما تتعمد تعمل لك الاكلات اللي انت بتحبها. يعني هي عارفة ان انت بتحب مثلا الملوخية على سبيل المثال، تلاقي حتى لو ما بتحبهاش بتحاول ان هي تعملها لك عشان عارفة ان انت بتحبها. وهو لو رجل يجيب لك الاكل اللي انت بتحبيه، يطلبه لك، يحاول الحاجات اللي انت بتحبيها تكون موجودة دايما. العلامة اللي بعد كده وركزوا فيها، ما يملش من اي يعني مشوار يروحوا معاك. ومش شرط بقى، خلي بالكم، ما هي لو بنت انت رايح تجيب لها هدية فطبيعة هتبقى مبسوطة لو هي جاية معاك عشان في مصلحة. لا، في اي خروجة انت رايحها ايا إن كان، تحس ان الطرف التاني ما عندوش مانع انه يجي معاك، مبسوط وسعيد بالوقت اللي بيقضيه. كون ان هو يخرج معاك، يمشي جنبك، حتى لو مش هتتفسحوا، حتى لو مش هتعزمها مثلا على اكل، حتى لو مش هتشتري لها حاجة، لا، مجرد ان هي هتكون معاك او ان هو حتى هيخرج معاكي، دي بتحس ان هو سعيد جدا. حتى لو المشوار فيه تعب، فيه اجهاد، فيه ارهاق، وهو او هي عارفة كده، بس مادام احنا مع بعض انا معاك. وما تحسش ان هو او هي بتتأفف وهي معاك، اوف الجو حر، الجو برد، يلا نمشي. لا، مجرد ان انتوا مع بعض الطرف سعيد ومبسوط. ودي ايضا من العلامات القوية والواضحة والظاهرة اللي اقدر بقى من خلالها استشف والصورة توضح قدامي. خلي بالكم، ما هو اللي بيحب غصب عنه ولا اراديا بيعمل الاشياء دي، والعكس صحيح. يعني لو مفيش الاشياء دي يبقى للأسف كل ما يعرفه الطرف اللي انت مرتبط بيه عن الحب هو اسمه، هو كلمة بحبك أو بحبك فقط لا غير. معانا حقائق ومعانا علامات قوية جدا توضح في حلقة النهاردة للي عايز الصورة تبقى واضحة قدامه، للي عايز يعرف الطرف اللي معاه يعني بالظبط المشاعر اللي بيحملها ليه من أي نوع. اكتبوا لي رأيكم في الحلقة دي، أنا سعيد جدا وكل التعليقات أنا ما بفوتهاش، وبشكركم جدا على وصول قناتنا لربع مليون بفضلكم. وأي مشترك معانا سواء على اليوتيوب أو الانستجرام أو الفيسبوك هو ليه سهم وليه نصيب من القناة دي ومن أفراد عيلتي اللي لهم حق عليا واللي أنا بعتز بوجودهم. يا رب أكون قدرت إن أنا أرد على أسئلة كتير كتير جدا من الأسئلة اللي بتجيلي بتدور حوالين الموضوع ده. وزي ما قلت لكم، يا ريت تشتركوا في قناتنا التانية الفضفضة، اسأل محمد وعيلته، قناة مهمة أوي فيها دروس مستفادة أوي. الانستجرام، الفيسبوك، الناس اللي بتسأل ازاي تتواصل معاك، كل الروابط دي هتلاقيها يا إما في أول تعليق يا في وصف الفيديو. وإلى اللقاء.